اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ابدا بنفسك. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه ما يختلفش عليها اتنين، حاجه كلنا بنحبها بالذات صحاب المزاج وصحاب التذوق. خلوني الاول ارحب بزميلتي فاطمه. ازيك يا فاطمه؟ ازيك يا بس؟ وخلوني ارحب معايا بضيفتنا الجميله اللي منورانا مدام اتينا، صاحبه مشروع بونا بيتي. اهلا بيك. اهلا بيكي. ازيك مدام اتينا؟ الحمد عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس. تمام. قولي لي بقى، فكره بونا بيتي جت مع حضرتك ازاي وبداتي فيها ازاي؟ بصي، هي الفكره بدات ان انا بعمل اكل في البيت طبيعي للولاد وجوزي واصحابي. الاكل يعني هم حاسين ان هم عادي، بس اصحابي طبعا لما داوا الاكل ابتدوا يحسوا في البيت عندي ان في يعني الناس بتبقى معجبه قوي باكلي، فابتدى الكل يقول لي يعني ابتدي وممكن يبقى مشروع كويس تبتدي فيه، وفعلا يعني دعموني في البيت كتير قوي. مين بقى اللي دعمك في البيت؟ لا صراحه اول واحد دعمني كان جوزي، يعني ساعدني، جاب لي الماتيريال واداني بوش جامد يعني. طب مين اللي بيساعد حضرتك بقى في التجهيزات والتحضيرات بتاعه الاكل؟ لا انا مفيش اي حد بيساعد حضرتك؟ لا انا بحب انزل اجيب حاجتي وبحب يعني انا احسن حاجه التجهيزات ببقى انا بنفسي اللي بعملها. طب قولي لي مدام اتينا، الماتيريال اللي حضرتك بتجيبيها، اللحوم والاسماك والفراخ، بتجيبيها طازه ولا فرازن؟ لا طازه طبعا، كلها طازه. بتتعاملي مع اماكن معينه؟ مع جزار معين، الطيور حد معين هو اللي بيجيبها لي. لازم حد. طيب حضرتك بتسلمي الاوردرات ازاي بقى؟ بسلمها انا، بروح اسلمها او العميل بيجي يستلمها من عندي. يعني مفيش عند حضرتك حد بيوصل دليفري؟ لا. طب قولي كده طريقه التغليف، تغليف الاكل بتغلفيه ازاي؟ بصي، بغلفه، لازم بغلفه كويس جدا لان الحاجه لازم توصل. انا بسلم الاوردر بتاعي على الاكل، يعني على السفره، يتحط على السفره العميل ياكله على طول، فلازم يبقى التغليف كويس جدا والشكل يعني لازم بيبقى ماشيه بمبدا العين بتاكل. العين طبعا العين بتاكل الاول. العين بتاكل. صح كده، يعني الاول. طب حاجه مهمه جدا برضو عايزين نعرفها، بتتعاملي ازاي في ظل الظروف بتاعت الكورونا اللي احنا فيها؟ لا طبعا لازم الاجراءات التحريزيه دي، لازم بتاخديها ازاي التحريزيه بقى؟ لازم. او بتعملي ايه؟ بتبتدي تعملي ايه؟ اشرحي لنا كده حضرتك بتعملي ايه. طبعاً اول ما تجيبي الخضار في تباعد وفي لبس كمامه ما بيني وما بين اللي هيستلم او اللي انا هسلمه. طب طريقه التنظيف، عايزين نعرف طريقه التنظيف. لا طريقه التنظيف دي من غير الكورونا وبالكورونا دي لازم تبقى الحاجه تنظيف يبقى على اعلى مستوى. يعني ما كانش في اختلاف قبل الكورونا وبعد لا الكورونا؟ لا لازم تبقى الحاجه متنظفه، لان اهم من التوابل واهم كان لازم الاكل البيتي بالذات لازم بيبقى اللي بيميزه تنظيف الحاجه في البيت. مظبوط. يعني هو دي اكتر حاجه بحب اهتم بيها. تمام. احنا معانا شويه صور كده الاكلات الجميله بتاعت حضرتك، عايزين لو الكنترول بس ممكن تعرضوا حاجه. اوكي. طيب هما لسه بيجهزوا الصور. طيب قولي لي بقى انت طب قولي لي بقى حضرتك، اولادك والبيت ما حسيتيش ان ده ممكن ياثر معاهم؟ يعني ان حضرتك تعملي المشروع، وطبعا ده بالنسبه لي وقفه المطبخ مش سهله. طبعا. فده ما اثرش مع الاولاد والبيت والزوج؟ هو بصي، في الحقيقه هو ولادي والبيت والزوج يعني هما بيستفادوا طبعا من المشروع ده. انا سمعت بره كنا بنتكلم في حاجات غريبه. ما كانش ينفع طبعا، ما ينفعش ان انا اعمل طيور وحمام بط والريحه والاكل وكده، هم ياكلوا حاجه ثانيه وانا اكلهم مثلا. كانت مونيكا كانت بتقولي ما ينفعش اشم البط والحمام وفي الاخر هاكل مثلا بطاطس محمره ما ينفعش. فانا مستفيدين جدا من الموضوع، بعمل الاوردر دبل للبيت وولادي والعميل طبعا. لازم هم بيستفادوا. طب ايه طموح حضرتك بقى؟ حابه توصلي لايه اكتر؟ انا طموحي وامنيتي ان انا افتح مشروع ليا انا، يبقى مطعم بتاعي انا اللي ماسكاه. وحابه كمان ان انا ابقى متخصصه. انا طبعا بعمل الاكلات كلها، بس انا بحب بفنن قوي، يعني بوقف اعمله بمزاج قوي. الاسماك اكتر حاجه بتحبيها؟ اكتر حاجه بتفنن فيها الاسماك. طبعا بعمل كل حاجه كويس الحمد لله، بس انا بحب الاسماك. ان انا طب امتى جات لحضرتك الفكره ان هو خلاص بقى انا هاخد خطوه بجد وهبتدي اعمل المشروع ده وابتدي اخد اول خطوه فيه؟ من اراء اللي حواليا طبعا.
انا لقيت الاراء كلها واحده ان الاكل يعني كل ما اجي يقول لي لا ابداي المشروع ده كويس، انت لو عملتي مشروع هيبقى ناجح قوي. ففعلا بدات اعمله ولقيت اعجاب من الناس احنا كلها. سمعنا ان حضرتك اوريدي عملتي اكلات لاولاد الشوارع في تحيا مصر في حي الاسمرات. حي الاسمرات تمام كده. الصور بس جاهزه لو نعرض بس. تمام اوكي، عايزين بس نعرض ال اه لا ده فاكر شكل الفراخ. لا احنا عايزين نشوف الوجبات اللي كانت مدام اتينا بتطلعها. اهي معانا دلوقتي، اهي معانا الوجبات، ده اللي حضرتك اوريدي عملتيه صح كده؟ اه ده حي الاسمرات لاولاد الشوارع. جات لك الفكره ازاي او انت حبيتي تساعديهم؟ لا حد اتصل بيا وقال لي انت حابه تساعدي معانا تعملي الاوردر ده، بس طبعا ده مجهود لان الاوردر ده لازم يتسلم 6 الصبح عشان الولاد ياكلوا الاكل زي ما احنا بناكله، طازه بلدي سخن، فلازم كان يوصل لهم في الميعاد ده ويوصل لهم بجوده كويسه. فيعني انا قدرت اساهم بحاجه بسيطه في الموضوع ده والحمد لله. عرفت برضو ان حضرتك عملتي مائده رحمان صح كده في رمضان. كنت برضو جات لك الفكره ازاي او مين ابتدى يتكلم حضرتك عن الموضوع ده؟ اه في حد طلب مني قال لي تقدري تعملي لنا مائده رحمان يعني تشاركي معانا فيها؟ قلت لهم اه طبعا. ف يعني حضرتك كنت حابه الافكار دي ومستنيه ان حد يطلب طبعا. فطلبت مني فعلا، عملتها، عملت الافراح، الاخطابات، حاجات كتير قوي، الاعياد الميلاد، بعمل اوردرات كتير. انت بتودي لفرنسا الكلام ده صح؟ الاكل بيبقى بيتفرز كويس قوي وبيسافر فرنسا. طب يعني ما بيبقاش اصل وقت الطريق برضو لا ما هو انا لازم اكون مفرزاه قبليها، بيبقى متجمد كويس قوي قوي. وبيجي يتاخد في ثلاجه وبيسافر، توصل حاجة متجمده برضو. طيب بالنسبه للاسعار بقى، الاسعار مناسبه لكل الطبقات ولا ايه النظام؟ لا هي الاسعار مناسبه للناس اللي حابه الاكل البيتي، يعني اللي حابه تطلب اكل بيتي متخدم كويس نظيف بلدي، فالاسعار مناسبه بالنسبه لي. يعني ممكن يكون اي حد في المحلات مثلا بتبقى ممكن جايز، بتبقى الاكل مش بلدي، يعني في لحوم بتخش في ما تبقاش بلدي، فده هم ده ما يكسبش يعني للدرجه. خلي بالك الموضوع في الاكل المستورد، لكن الاكل البلدي عشان كده بيبقى يعني الكوست بتاعه اعلى شويه. طبعا عشان حاجه كويسه. ايه الاكله اللي حضرتك بقى بتلاقيها بتطلب منك كتير والناس حباها قوي؟ الصواني طبعا، صواني بشاميل، جلاش، الصواني كلها، وديك الرومي بالرز بتاعه، رز بالخلطه، اكتر بيطلب حاجه مني كتير قوي الديك الرومي بالخلطه. حضرتك بتعملي بقى حفلات وخطوبه واعياد ميلاد والحاجات دي؟ حسب اللي يطلب، اللي عايز سندوتشات، اللي عايز لحوم ومحاشي، فبتبقى حسب اللي بيطلب. طب في سؤال مهم جدا جه كده على بالي. طب احنا سوري، مين معانا اتصال؟ ميرات مرقص، معانا ميرات مرقص على التليفون. معانا ميرات، اي ميرات، الو الو الو. طب الخط قطع، هتتصل بينا تاني. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه، ما حسيتيش في الظروف بتاعت الكورونا اللي احنا دلوقتي فيها الطلبات مثلا ابتدت تقل، الناس ابتدت تخاف؟ في ناس ابتدت تخاف طبعا، بس الناس اللي هي اللي خايفه تتقدم وتطلب من عندي اللي لسه جداد ما يعرفونيش، لكن الناس اللي تعرفني لا مستمرين لاني عارفين انا بروح اسلم او بتبعت لي حد يستلم، فالحاجه بتبقى مغلفه، انا لابسه الماسك، اللي بيجيني لازم يبقى لابس ماسك، في تباعد. طب ما جالكيش اي انتقادات كده مثلا، وديتي اوردر او حاجه ولقيتي كومنتات كده عليه مش لطيفه؟ مش عارفه، مش لاقيه حاجه قليله صدقيني، مفيش يعني، مع اني انا لما بسلم حاجه بقول يا جماعه لو في اي انتقاد. تاني اي مريت، الو اي مريت، هاي ازيك؟ الحمد لله اتفضلي. انا كنت سايبين
وانتي طيبة. طيبة صراحة ما كنتش يعني عزيزة قوي على قلبي، فقلت لازم اتكلم. نورتينا، اتفضلي مدام قلبينا. ازاي حضرتك؟ ازيك حبيبتي، عاملة ايه؟ قوليلنا قوليلنا يا مرات، ايه رايك في اكل مدام اتينا؟ ايه اكتر اكله حبيتيها بقى؟ هو في حاجات كتير قوي الصراحه، بس طبعا الممبار ده اساسي كل اسبوع تقريبا، كل اسبوع. وطبعا السي فود كمان فظيع، جمبري والجلي وكل اكل السي فود والبارك برضه، يعني حاجات كتير قوي الصراحه. طب كويس جدا، واضح ان راي الجمهور كله ايجابي ما شاء الله. طبعا ميرسي جدا ليك يا مرات. طيب ممكن نعرض، انا شفت كان في الصور فاتت كوارع للناس بقى اللي بتحبها، ممكن نعرضها. تمام اوكي، دي البطه، البطه الشقيه، البطه الشقيه تاني. طب قولي لي بقى، انت بتنظمي ازاي يومك؟ وانت مثلا لو عندك كذا اوردر في اليوم، ازاي بتقدري ان انت تنظمي يومك؟ بتلحقي امتى تروحي وتجيبي الحاجه؟ وانت بالذات ان انت قلت ان الحاجه كلها لازم تكون طازه مش فريزر. طبعا طبعا. فبتقدري تعملي انا ببقى منزله على الجروب ان اي اوردر، الاوردر العادي طبعا بيتطلب قبلها ب 48 ساعه، بحيث الحاجة ألحق أنزل أجيبها أو أتصل طيور تجيني كويسة، والغسيل والتنظيف وحاجتها بتبقى لازم. طب لازم التجهيز ده أهم من السوا والكلام ده كله. تجهيز الأكل، تجهيز الأكل أهم بقى. أكيد طبعا كلنا بنتعرض لصعوبات ومشاكل، إيه أكتر موقف حضرتك تعرضتي له كان سخيف أو موقف كان صعب؟ إن جالي أوردرين ثلاثة مع بعض في يوم واحد، وانا ما اعرفش اقول لحد. يعني انت بحد اقصى المفروض كام اوردر؟ اوردرين مثلا في اليوم بس. فجاني ناس وكانت مزنوقه جدا وما قدرتش اقول لا، فطبعا ده بيبقى ضغط عليا. ما حصلش قبل كده بقى اكله باظت، اكله حصل لها حاجه؟ لا الحمد لله لغايه دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. طيب قولي لي بقى، انت كنت بتقولي لي اكتر حد دعمك. طبعا. مين كان اكتر حد واقف في ظهرك وسندك وكنت عماله تقولي لي الكلام الحلو عليه بره؟ يعني جوزي، وما زال بصراحه دايما دعمك. ازاي بقى واقف جنبك ازاي يعني؟ هو كان على طول كل ما اقول له لا انا ممكن افشل في الموضوع ده يقول لي لا هتنجحي. كان بيني ويعني كان بيساعدني في حاجات كتير صراحه، يعني على طول مدعمني، يعني حتى لما كنت ابقى مزنوقه في اوردرات ممكن يتصل هو ويجيب لي الحاجه، يعني ما بقاش شاغلني قوي الضغط بتاعي، يعني يعني مخلي باله قوي ان انا ما بقاش مضغوطه بصراحه. طب ومين اللي كان بيصور لك الاكل الجميل اللي حضرتك عماله تعمليه؟ بنتي الكبيره مونيكا طبعا، هي اللي بتسوق لي وهي اللي ماسكه الجروب. هي اللي ماسكه الجروب عندك؟ التصوير بنوجه لهم يعني بقى تحيه. كله صراحه بيساعدني بجد يعني. طب كويس، يعني الحمد لله كلهم. وابني الصغير بيساعدني برضه ان هو بياكل الاكل كويس قوي اللي انا بعمله في زواج بقى. زواج بتاعنا. طب قولي لي كده مدام اتيناه، بقى لحضرتك كده قد ايه في الموضوع دوت، والبيج بقى لها قد ايه؟ بقى لها 6 سنين. بقى لك 6 سنين؟ ما شاء الله كويس. الحمد لله. الحمد لله. طب في خلال ال6 سنين دوت ما تعرضتيش مثلا لاي دروب، لاي حاجه حصلت؟ ساعات هقول لك، ساعات مودنا بنبقى مثلا قايمين متضايقين، عندنا ظرف، عندنا حاجه، وبقى المفروض عندنا شغل. طبعا. بتعملي ايه بقى ساعتها انت في الوقت ده؟ لا بس الشغل ملوش دخل بالظبط. يعني حضرتك الشخصيات المزاج. اللي بتعرفي تفصلي انا بصي، انا جايز لو مزاجي وحش ومسافه ما وقفت في المطبخ انا بحس مودي بقى كويس، لاني انا بحب وقفه المطبخ، بلاقي نفسي في الوقت ده. طب بتعملي حلويات ولا هو كل حاجه حادق بس حلو؟ لا انت للاسف لا ده. لكن حلويات لا خالص. معانا اتصال، استاذ مرقص من المعادي، اتفضل. الو مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب؟ انا صراحه حبيت اشارك. حضرتك من الفانز بقى بتوع مدام اتينا؟ نعم.
حضرتك من الفانز بتوع مدام اتينا؟ اه طبعا انا بتعامل طول عمري مع مدام اتينا من مده من اكثر من سنه ونص، والصراحه يعني انا حبيت ان انا اشكرها على الهوا. لان فعلا هي من الناس المميزه جدا في اكل البيت. طب ممكن تقولي حضرتك ايه اللي بيميز اكل مدام اتينا؟ هي زي ما قالت فعلا هي بحس ان هي بتفنن قوي في الاسماك والصواني وبرده الحاجات المحمره، يعني هي الحاجه اللي بتميزها فعلا ان هي بتستخدم كل حاجه بلدي فعلا. ويمكن هي في حاجه نفسي تقولها برده مميزه بيها قوي قوي في الحلويات، يمكن اشهر حاجه هي مشهوره بيها قوي البسبوسه. بسبوسه من الناس فعلا، يعني انا اكيل حلويات ومن يعني كتر فعلا ان هي بتتقن الحلويات وبالذات البسبوسه، انا كنت بسميها مدام بسبوسه يعني والله. طب الاوردر بيجي في ميعاده لما بتطلب اوردر؟ اكتر الحاجات اللي بتميزها فعلا بيجي في ميعاده وبيبقى صح فعلا الميعاد. يعني احنا عمرنا ما كان في اوردر بيننا وفي اختلاف في الميعاد، بالعكس يعني انا تملي بروح اخد الحاجه بتبقى جاهزه ما بستناش خالص، ودي حاجه بتبقى مهمه جدا جدا. يعني لو انا عازم حد عندي او كده بيبقى فعلا على حسب الميعاد اللي احنا ملتزمين بيه جدا، وانا حابب اشكرها جدا واقول لها تسلم ايدك على كل حاجه. وفعلا انا بشجع اي حد ان هو يجرب اكلها، يعني اعتقد ان هو هتبقى حاجه مميزه جدا. مرسي ربنا يخليك. شكرا لحضرتك جدا. شهاده يعني مرسي شهاده اعتز بيها. الفانز بتوع حضرتك بيحبوكي جدا. انا بحبهم صدقيني. حضرتك من شويه قلتي الحلويات لا، بس هو ده منك بسبوسه يعني. اكيد هو معترف بالبسبوسه قوي. انت شايفه يعني شايفه ان حضرتك يعني مش قوي في الحلويات؟ مش ببتكر فيها، مش ببقى يعني انا بخاف اعملها. بس هو كان رايه يعني ان البسبوسه طلعت حلوه جدا، فممكن والله انا احترم رايه جدا لان هو ذواق في الاكل فعلا. طيب يعني ده يشجع حضرتك مثلا انك تبداي تعملي مع الحادق حلو برضو، ولا حضرتك مش حابه؟ لا انا حابه ابقى متخصصه. انت متخصصه في الحادق مش حابه. جربتي طيب تورت قبل كده؟ ده لا 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 خالص. لا الفكره شكلها مرفوضه خالص. الفكره مرفوضه جايزه اني انا نفسي مش بحب الحلويات، فيعني انا رافضه الحلويات، لكن عشان دايت ولا عشان كله يعني ببقى واخده بالي. طيب قولي لي كده مدام اتنين، انا عايزه اعرف حضرتك بتقضي يومك ازاي؟ يومي بقوم لو ورايا حاجه بنزل اجيبها طبعا، طلبات الاوردر، اطلع ابتدي انضفها واغسلها، اجهز الحاجه كلها، لاني طبعا قلت لك قبل كده التجهيز مهم جدا. وبكمل بقى واحده واحده الحاجه تتجهز. طيب في اجازات لحضرتك ولا ما فيش اجازات؟ في ايه؟ اجازات يعني حضرتك واخده تاخدي اجازات ولا ما فيش؟ لا هو ممكن تيجي الاجازه ان ممكن يوم مثلا ما بيبقاش فيه اوردر، بيبقى ده بالنسبه لي اجازه راحه بس طبعا. لكن حضرتك مش مخصصه يوم اجازه؟ لا لا لا. طب لو جالك انا ما اعرفش ظروف الناس ايه. لو جالك اوردر كبير فجاه وحضرتك مش مجهزه ليه، بتعملي ايه ساعتها؟ بترفضيه ولا لا؟ لو حاسه ان انا ممكن ما بقاش مهتمه او مش عاملاه باتقان، لا ما ينفعش، لازم اخرج يعني الحاجه بيرفكت. ما ينفعش حاجه تخرج، حتى لو حاجه صغننه كده ما ينفعش تخرج وحشه يعني. حتى لو العميل فضل يزن عليكي معلش ما دام اتنين مناسبه لا، ببقى عارفه الحاجه المطلوبه هتاخد وقت قد ايه، فما ينفعش ان انا اكررت في حاجه. طب لازم كل حاجه تاخد اهتمام. من حضرتك يعني في خلال قد ايه؟ 48 ساعه يعني قبل تسليم الاوردر ب 48 ساعه الاوردر تتلم. وبتسلميه في مواعيد معينه؟ مواعيد الميعاد اللي العميل عايزه. الميعاد اللي العميل عايزه. طب حتى لو اكله بسيطه برضو لازم قبلها ب 48 ساعه؟ برضو. طب ايه الفرق؟ لاني ممكن يكون عندي شغل جنبه برضو، اكله بتبقى اوردر كبير. ف يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك احنا كنا مبسوطين جدا معاكي. صدقيني انا انبسطت اكتر، ربنا يخليكي. ولو ننزل بس تاني معلش اكل مدام اتنا. عايزين الاكل بتاع مدام اتنا وعايزين البيج بتاعتها تنزل ورقم التليفون. تمام اوكي كده كل حاجه نازله. يا ريت اللي عايز يتواصل مع مدام اتنا يقدر على صفحه الفيسبوك، ويقدر ان هو برضو يتكلم على الرقم بتاعها.
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. الحلقة كانت مميزة بوجود حضرتك معانا وبوجود الأكلات الجميلة اللي احنا شفناها. احنا كنا مبسوطين جدا وحضرتك صدقيني معنا. انا كنت مبسوطة اكتر صدقيني. مرسي لك والتعب. مرسي حضرتك. شكرا. واستنونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابدأ بنفسك.